الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فالحمد لله الذي جمعنا في هذا المسجد المبارك، وأسأل الله سبحانه كما جمعنا فيه أن يجمعنا في جنات النعيم. وشكر الله لمولانا الخليفة جزاه الله خيرا حضوره، وشكر الله لكم اجتماعكم، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكتب لنا هذه الخطوات وهذه الكلمات في موازين الحسنات، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. وهنيئا لكم يا من خرجتم من بيوتكم إلى بيت الله لتؤدوا فريضة من فرائض الله، هنيئا لكم هذه الخطوات، وبشرى لكم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم خرج إلى بيت من بيوت الله ليؤدي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها ترفعه درجة والأخرى تحط عنه خطيئة. هنيئا لكم في قول ربكم جل جلاله: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن ابن آدم إذا مات يبكي عليه موضعان، موضع سجوده في الأرض وموضع صعود عمله الصالح في السماء. ولذلك فرعون وقومه لما هلكوا قال الله عز وجل: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ما بكت عليهم السماء لأنه ما كان عمل صالح يصعد إلى الله عز وجل منهم، وما بكت عليهم الأرض لأنهم ما عفروا جباههم ذلا بين يدي العزيز جل جلاله. ولذلك أيها الإخوة الكرام، الإنسان الطيب الموفق هو الذي يكثر مواضع سجوده، الإنسان السعيد هو الذي تشهد له الأرض يوم القيامة بأنه كان يسجد لله عليها، كما قال سبحانه: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تحدث بما عمل كل امرئ على ظهرها. هذه الأرض إما أن تشهد لك وإما أن تشهد عليك، فيا أيها الساجد، يا أيها الراكع، هنيئا لك، يا أيها الساعي إلى بيت الله، هنيئا لك. واسمعوا هذا الحديث أيها الإخوة الكرام: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي ليصلي لله عز وجل، فوجد على باب بيته رجلا يقال له ربيعة ابن كعب الأسلمي، فقال له عليه الصلاة والسلام: ما جاء بك يا ربيعة؟ فقال: يا رسول الله، جئت أسمع دعاءك ولعله تعرض لك حاجة تبعثني فيها. سبحان الله، هذا الرجل في جوف الليل، الرسول عليه الصلاة والسلام استقر عمله في آخر عمره على أنه يحيي الثلث الأخير من الليل، فهذا الرجل ترك فراشه وبيته وعياله وزوجه وجاء يقف على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أجل ماذا؟ من أجل أن يسمع دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، من أجل أن يتعلم منه، ولعل النبي عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى شيء فيبعثه. فالرسول عليه الصلاة والسلام وجد أن هذا الرجل المبارك لا بد أن يكافأ، لا بد أن يشجع، وهكذا كان هديه عليه الصلاة والسلام. فقال له: يا ربيعة، سلني سلني، اطلب ما شئت. والذي يتكلم هو الحاكم، الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يملك
أن يعطي ويملك أن يشفع، وفوق هذا هو نبي رب العالمين. يا ربيعة سلني، ما سأل النبي عليه الصلاة والسلام مالا ولا طلب منه أرضا ولا بستانا ولا طلب منه شيئا من عرض الدنيا، وإنما قال له: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك يا ربيعة؟ فقال: إنما هو ذاك، هذا هو طلبي. قال له عليه الصلاة والسلام: فأعني على نفسك بكثرة السجود. الذي يريد مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة ماذا يصنع؟ يكثر من السجود. ولذلك نصلي لله عز وجل الصلوات المكتوبات 17 ركعة في كل يوم وليلة، وفي كل ركعة سجدتان، ونصلي السنن الرواتب 12 ركعة وفي كل ركعة سجدتان، والموفق يتنفل ما شاء الله له أن يتنفل في صلاة الضحى أو في قيام الليل تقربا إلى الله عز وجل، ليكون رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنة عرضها السماوات والأرض، جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. جنة بناؤها لبنة من فضة ولبنة من ذهب، وملاطها المسك، وحصباؤها اللؤلؤ، وترابها الزعفران. من دخلها ينعم فلا يبأس، ويسعد فلا يشقى، ويشب فلا يهرم، ويصح فلا يسقم، ويخلد فلا يموت. جنة أهلها لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. الدنيا وإن كنت فيها منعما، وإن كنت فيها غنيا موسرا، وإن كنت فيها صحيح البدن قويا، وإن كنت فيها ما كنت، بعد حين إما أن تزول عنك وإما أن تزول عنها. الدنيا لا بقاء لها ولا دوام، لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان. هذه الدنيا ما عندها استقرار، أما الجنة أيها الإخوة الكرام، يؤتى بالموت يوم القيامة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على هيئة كبش، فيقال: يا أهل الجنة، هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون فينظرون فيقولون: بلى، إنه الموت، لأنهم كلهم جربوه في الدنيا. فيذبح بين الجنة والنار ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ولذلك قال أهل العلم: لو أن أهل الجنة علموا أنهم سيخرجون منها بعد 1000 سنة لنغص ذلك عيشهم، ولو أن أهل النار علموا أنه سيخرجون منها بعد 1000 سنة لخفف ذلك عنهم. لكن المصيبة أن أهل النار كما قال ربنا جل جلاله: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. قال ربنا سبحانه: كلما خبت زدناهم سعيرا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وأهل الجنة هم في نعيم مقيم لا يحول ولا يزول، أسأل الله أن يجعلنا منهم. أهل الجنة الذين كانوا في الدنيا أهل ركوع وسجود، أهل خشوع وإخبات، أهل إقبال على الله عز وجل ورغبة فيما عنده ورهبة من عذابه. أهل الجنة كانوا في الدنيا أهل محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرفون سيرته ويعظمون سنته ويطبقون شريعته.
أهل الجنة كانوا في الدنيا يحبون الصالحين، يحبون الصحابة والتابعين، يحبون العلماء والشهداء والصديقين، يحبون من أمرهم الله عز وجل بأن يحبوهم. هكذا كان أهل الجنة في الدنيا، كانوا في الدنيا أهل حزن، أهل إشفاق. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، ولذلك إذا دخلوا الجنة يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. الحزن. إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. بينما كان أهل النار في الدنيا أهل سرور وفرفشة وضحك وغمز ولمز وسخرية واستهزاء، كما قال ربنا سبحانه: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. لما؟ قال: إنه كان في أهله مسرورا. كان دائما يضحك ويهزأ ويسخر ويتمخرق، فإذا سمع حديثا عن الموت قال: يا أخي لا تنغص علينا عيشنا، لا تعكر علينا صفونا، ما في داعي للكلام عن الموت، الدنيا حلوة، الدنيا سمحة، لا تتكلم بهذا الكلام. إذا سمع حديثا عن الجنة والنار قال: لا، خلينا في الواقع، خلينا في دنيانا، لا أبيع نقدا بنسيئة، ما تكلمنا عن شيء غيبي، لا تدغدغ مشاعرنا، كما يقول الملاحدة من شياطين الأرض: أما المؤمنون الطيبون فقد كانوا للموت ذاكرين. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكيس الناس. أكيس الناس، من هو الكيس يا إخواننا؟ الكيس العاقل. لما نقول فلان كيس معناه إنسان عاقل، إنسان لبيب، عنده لب. سئل صلى الله عليه وسلم عن أكيس الناس فقال: أكثرهم للموت ذكرى وأحسنهم لما بعده استعدادا.